معك المهدية باش نبدأ بها. هو الموضوع صادم ومؤلم ومخيف الحقيقة. معني كي نقرأ أنا عنوان يستغل دم ابنته بمشعوذ لاستخراج الكنوز من بيته، نقول على الدنيا السلام. نشوفه مع بعضنا في وقته. في وقته في المهدية، شخص حب يبني فسقية في داره، بدأ يحفر فيها، إلا أنه أحد المشعوذين أكد له وجود بعض الأثار في محيط الحفرة هذه. بعد تم استعمال جهاز للكشف عن المعادن. شخص هذا شعمل قام بجرح بنته بغرض استخراج كمية من الدماء متاحة لاستغلال الدماء هذية في أعمال التنقيب عن الأثار. مشهد مؤلم ومفزع كما هذا الحقيقة مريتش. معنا الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير القاضي السيد فريد بن شحاس. بخير ونهارك زين. صباح الفل ومرحبا بك، كيف المستمعين؟ يعيشك. لو كنت تقول لنا سيد الرئيس، شنية تفاصيل الحادثة هذه بالضبط؟ هي تفاصيل الواقعة في خصوص التنقيب على الأثار صحيحة، لكن في خصوص أنه جرح بنته ريست أبروفي. علاش؟ لأنه ثم امرأة قدمت إلى مركز الأمن وباش تشكي في خصوص أنه زوجها هددها أنه باش يجرح بنته اللي هي عمرها عام وأربع شهر، بيبي معناها رضيعة، رضيعة باش تعاون في، لأنه العزام قال له راه مادام ما نجمناش نطلعوا الكنز اللي موجود في دارك بعد مدة عندهم أكثر من حوالي 3 أسابيع يحفروا في حفرة فاتت 5 أمتار، قال له راه فشلت العملية نتاع الديتكتور، يلزمنا دم نتاع بنية في الطريقة الساذجة والمتخلفة في التفكير، يلزمنا دم نتاع بنية صغيرة باش نجموا نطلعوا الكنز. وقت اللي قال لها الفكرة هذه هي رفضت، لكن شهدت انه اللي هو مصر كان معناها منفعل. هذاك علاش استغلت الفرصه وهربت وضربوها، وقام شقيقها بابلاغ السلطات الامنيه. دونك تم القاء القبض على الزوج هذا، وزوج شركاء كانوا تولاوا الحفر معاه طيلة الفتره هذه، كما تم استدعاء وعملوا كمين للمشعوذ المشعوذ جاء وانكروا المجموعه الكل انهم هما كانوا باش يلوجوا على الكنز باستغلال الدم تاع البنت هذه، لكن اعترفوا انه هو المشعوذ كان وفر ديتكتور للكشف على المعادن مجهز معايا. اي هو ديجا في معناه حسب التحريات اللي عملوها على الامن، هو رجل اعمال وعنده معناها حسب المعلومات اللي خذيناها أنا في رفاهية في العيش، وعنده وفر له قال لي مساعدته معناها على أساس يعمل في الخير ويساعد فيه باش يلوج عليك الأثار، وفر له الديتكتور في حين أنكر أي علاقة وأنا طلب منه أنه يجيب الدم نتاع البنت. وفي حين كيف الراجل قول قايل يسمع فينا علاش المرأة قالت الكلام هذاك، ادعى أنه عنده خلافات مع زوجته خلاتها هي تركب على الحدث وتزيد حكايه الدم نتاع البنيه هذه. يعني مازال ما فماش ما يثبت هذا. هو الاكيد انه ما فماش تعنيف ولا جرح للبنيه هذه. الحمد لله. حاجه اكيده. الحمد لله. بقيت التنقيب على الاثار في اثار عصابه موجود. وهذا يبدا اعتراف المجموعه الكل. كيما زاد كيف وقت لا فتشوا بالظفرين العزام هذا العصري اللي هو يبحث على الكنوز حسب الزوجة بزوج طرق، طريقة عصرية وطريقة تقليدية. إيش معنيها فسرنا سيد الرئيس؟ ماذا قلنا؟ هو عمل بالطريقة العصرية اللي هو الديتكتور، كي ما نجمش الطريقة العصرية وانا ارجع للطريقة التقليدية بالدم وساعات الخيرة وغيره كما نعرف في المخيال الشعبي. بالضبط. الحاجة الجديدة اللي بتظهر انه بتفتيشه باش يلقاو عنده كمية من المخدرات كان يتحوز بها، وهي كمية كبيرة، ويقول راهو الاستهلاك الشخصي، لكن الكمية مش نتاع استهلاك شخصي. كمية قديش؟ ما عنديش فكرة، لكن عندي انقطاع نتاع المخدرات. هذاك علاش تم تحرير زوج محاضر، محضر في خصوص التنقيب على الآثار في إطار عصابة، والمحضر الثاني في الاستهلاك والمسك بنية الاتجار لمادة مخدرة، وتم الاحتفاظ بالأربع أشخاص وينتظر إحالتهم اليوم على النيابة العمومية. وكيف ينتظر أن تفتح بحث تحقيقي في خصوص التنقيب على الآثار في إطار عصابة طبقا معناه لمجلة حماية التراث الأثري والتاريخ والفنون التقليدية، وفي جناية زاد المسك من التجار
بالمواد المخدرة، وقام التحقيق إن شاء الله هو الذي حصل الفصل 50 مجلة الإجراءات الجزائية يبحث عن الحقيقة. هو الذي يبحث في قادم الأيام إن كانت رواية الزوجة بخصوص أنهم أرادوا استغلال تلك البنت وجرحة لأجل تقييم الأثار صحيحة، هي مجرد ادعاءات ناتجة عن خلافات زوجية. ولو أنه مش مستبعد هو بما أنه بالطرق التقليدية في المخيل كما قلت سيتك وأنه موجودة الطريقة هذه، ديما نحب نسأل في إطار القانون في علاقة بهالجرائم إذا كان نجم نقوله المتعلقة بالمشعوذين، كيفاش يعني كيفاش نجم يفصل فيها، خاصة وأنه أحيانا يصعب وجود القرائن، يصعب وجود الإثباتات. هو راهو ديما تدخل في اطار التحيز. الشعوذه هذه راهو عندها عديد الاشكال، راك شفتوا انتم عده قضايا تعدات في خصوص برشا مالوريزمون يكون عندهم معناه تفكير ضعيف ولا يلوج على اقل معناه حيله باش يلوج حل اشكال من الاشكاليات سواء الانجاب ولا الزواج ولا غيره. دونك هذوما الاثنين توا الوضعين نحكيو عليه، نحكيو على زوج معناه مع امكانياته الماديه محدوده، مشي في دال ولا باش يولي غني لانه المنطقه اللي يسكن فيها في شبه يعتبر المنطقه اللي يسكن فيها حسب المخيال الشعبي فيها كنوز. دونك تفكيره خلاه انه ينقب على عصا، وهذه راهي دارجه في عديد مناطق الجمهوريه. باش نسالك انا، صاروا معناها حوادث قبل كيما هكايا خاصه باستعمال باستعمال الدم ولا الاطفال ولا صاروا؟ برشا طرق حتى راهو حتى صارت حتى مع اجانب اسارقه دخلوا لتونس وتحيلوا على رجال اعمال واوهموهم انهم ينجموا الفلوس نتاعهم والثروه نتاعهم تكون ملتيبليه فوا 5 فوا 6 وعملوا لهم نوع نتاع شعوذه يستعملوا دي برودوي قدامهم معناها على اساس الفلوس ينجم معناها يوليوا يكثروا يحطوها لهم، ومالوريزمون برشا انساقوا ودفعوا برشا فلوس على اساس كيف يرقد الصباح يقوم يلقى ثروه وهو يستولوا له على الفلوس ويهربوا. دونك الاشكاليه راهو في سذاجه البعض تخلي المتحايرين هذوما ينشطوا وتكون تجارتهم رابحه، لكن القانون تكون في واضح في الوضعيه هذه. اذا كان مجرد تحيل فان العقوبات تكون 5 سنوات سجن، اذا كان باش تكون مرفوقه بتنقيب في اثار في مناطق اثريه وتكون في طار عصابه في جنايات وتفوت العقوبات 5 سنوات سجن. وهذا كل كما قلت انت راه تبقى مساله الاثبات، والاثبات واضح لان بالنسبه لجريمه التنقيب واضحه على اساس حجز ماتريال نتاع تنقيب وحجز الديتكتور اللي يلوجوا به. يبقى بعد تالي نشوفوا هل انه المنطقه هذيك حسب اللجان المختصه في التراث اللي هي منطقه اثريه من عدمه، سينو تدخل في اطار التحيل لانه المشاعر ضايع حسب المعلومات مكنون من مبالغ تقريبا 4000 دينار او اكثر. هذا الكل من بعد الابحاث التحقيقيه اللي باش تبرزوا باش نشوف فلا اطار باش يصير التكييف القانوني الجانبي. واضح، شكرا ليك الناطق الرسمي باسم محاكم المهديه والمنستير القاضي فريد بن شحا على كل هذه التوضيحات. في وقته ناري معناتها كل مره يجي موضوع نتاع المشعوذين اللي هو الشعوذه اللي هي شكل من اشكال التحيل اللي تستغل فكر البعض المحدود باش يجيب صغار باش ينجح باش يخرج كنوز. يظهر لي يلزم معناتها برشا وعي في العالم، برشا وعي. تعرف اللي قلقني شنو؟ ساعات نشوفهم في التلفزيون، هذا اللي قلقني انا في المشعوذين والمتحايلين.